بالشباب، يا هلا بالشباب، يا هلا يا هلا. اهلين ام محمود، كيفك سليم؟ منيح. طمنوني شلونها؟ منو هي؟ اللي رحتوا تشقوا عليها. منيحه الحمد لله، منيحه. كانوا بدهم يعملوا لها عمليه، قامت طابت على الدواء. سليم شلون لقيتها؟ ان شاء الله طيبه. طيبة كتير، قد ما اقول لك قولي اكثر، يا ريتك كنتي معنا ودقتيها. شو هي؟ البونبوني. اني بونبوني؟ يلي ضيفونا اياها وقت اللي كنا عم نشق على رفيقتنا الماما بالمستشفى. ايوه، صحتين وهنا سليم، انت مو اكلت بونبوني كاني انا اكلتها. على فكرة ابو طارق، انا قررت اعملها للعملية، شو قلت لحالي؟ المصاري وسخ الدنيا يا بنت الصحة اهم بكتير. منين دبرتي مصاري؟ اتصلتي بابنك بخور فكان اي مدري شو يبعث لي؟ ايه منيح ذكرتني، هلا انا بحكي معه بيبعث لي مرضي ابني يقبرني، بس انت خذ لي موعد من المستشفى الله يرضى عليك ابو طارق. ايه على عيني. ايه خلصنا جميلنا نفوت نرتاح. حي اولاد. يا ريتني رحت معهم، كنت اكلت بونبوني. بونبوني مامبو سوداني. مامبو سوداني. مامبو مامبو. ليك انتزعت الحنفية، بدك تضربي. كم مرة أنا نبهت عليكي لا تعصي كتير للحنفية، بتنتزع الجلدين. انزعوا جلدتك. طبي لروح نادي لأبو طارق يصلح لي إياها. جميل شوف مين على الباب. ايه شو علي؟ نشتغل عنكم نحن. وردتي يا وردتي يا محلى سكرتيرتي انتي. اهلين ام محمود، اهلا وسهلا، اجيتي بوقتك. تعي ساعديها لهنو بحفر الكوسه. مالي فاضي هلا ساعد حدا بحفر الكوسه، بعدين بجي بحشيهم معك. ما في داعي تعصبي حالك ام محمود، انا ما بدي احشيهم اليوم، بدي احشيهم بكره. ابو طارق تعا ابن عمي ابو طارق، يعني تعال صلح لي حنفيتي شنو عم تشرب. يلا تعال. جميل وين رايح؟ رايح مع بنت مع ام محمود مشان صلح لي حنفيتها لانه عم تشرب. لحالها؟ شو الحنفيه بدها يعني الجيران كلهم؟ شو دخلك انت عامل صحيه انت ولا شو؟ ليك الحنفيه بالحمام صار لها سنتين قاعده عم تشر، هلا راح تصلح حنفيتها لام محمود؟ روحي ام محمود هلا بحكي مع عامل الصحيه وبيجي بكره لعندك ليصلحها، روحي هلا. ايه اوكي خليكي عم تحفري كوسه انت. جاجي حفري على راسي. حفري جاجي حفري على راسي. حفري شو علي؟ اوكي لك اتركيني فوتي قدامي تروحي قتل. يلا قلت لك هنا قليلة خير، ما صدقتيني كنت تدافعي عنها. مزبوط كنت مغشوشة فيها. عم فكر لك أنت حسين. المئة ألف اللي أخذتها مني أخذتها هيك أنص غصب عني. أنا مئة ألف؟ مين قال مئة ألف؟ مين قال مئة ألف؟ أنا قلت مئة ألف. منين بتسمعي أنت أنت حسين؟ اللي إجت بدها تدينها. قال شو؟ مشان تخدمني وتساوي لي البيت وتنظف لي إياه وتحوس فيي. له يا أم محمود له، ليش أنا وين رحت؟ أنا بحوس فيكي وبشتغل لك طول النهار، بس أنتي دينيني 50 ألف يعمل فيهم أبو تحسين بسطة صغيرة منيحة. من عيوني كان يا أم تحسين، على عيني وراسي، بس أنتي بتعرفي إنه المصاري كلياتها بخور فكان، عند ابني بخور فكان، يلي جنب الفجيرة، يلي قبلها كلبة بعدها دبا، دبا مو دبا يعني دبا، إد إبقى، كلبة كلبائي تحت نقطة. لكن شلون دينتي هنا؟ أنا ما قلت دينتها، قلت إجت بدها تدين. أم تحسين لا تسمعي غلط، في فرق. يعني ما عطيت إياه؟ منين بدي أعطيها؟ ما قلت لك المصاري عند ابني بخور فكان اللي ساكن فوق الفرن بدندل السلة بيبعتوا له الخبزات. أم محمود الله يخلي لك ابنك ويرزقه ويرجع لك إياه بالسلامة من خور فكان، بلكي وقت اللي بدك تحاكيه مشان مصاري العملية بتقلي له يبعث لك شوي زيادة. أبو تحسين اقتنع هلأ يفتح بسطة صغيرة قدام البناية وما بيلزمه أكتر من 50 ألف. تقبري عيوني يا أم محمود ما قلنا غيرك، وشو ما بدك مني أنا جاهزة، بطبخ لك وبمسح لك وبرقص لك. شوفي رأسي محلى. بحاول تكرم عينك، قومي لك أنا ننظف البيت أنا وياكي سوا. لا خليكي أنت مرتاحة، أنا بنظف البيت لوحدي. لا ما حلوة. ما في شيء أم محمود، نحن أخوات، أنت مريضة والشغل والتعب ما بيسوالك. معك حق، المقشة والممسحة والسطل بتلاقيهم بالحمام. ليكي ليكي هنيك، ما وصلت ايدك لهنيك، لا امر عليكي يعني ام تحسين. وين هون؟ لا هنيك. هون؟ لك هنيك تحت الكنباية تحشيها. ايوه اطلع. يعطيكي العافية، ما كان في لزوم انت تعذبي حالك، انا لانه في مين يساعدني، مو انه ما في، لا في،
طول النهار بيأمزوا بخلقتي، بالليل احيانا بيساعدوني بليفوا لي الارض تليف الله يرضى عليهم. لكن هديك المره انصدمت بلوعه الحمام، فات من اولها طلع باخر المطبخ، البلوعه صار تخدق خدق مرتبه كثير، مو هيك ولا؟ مين قال لك انا ام محمود اني تعبت؟ انا كثير بحب الشغل وبعتبره رياضه. طالما بتعتبريها رياضه احملي هالسطل وفوتي على اوضه النوم اوام ام تحسين، يلا اسمها صارت وصارت. ايه تكرم عينك ام محمود، بس لحتى القط نفسي شوي. ما بيسوى ترتاحي هلا، لازم الرياضه تكون مستمره مشان تستفيدي منها، بتعضلي بعدين. بس ارتخى بدنك ما بيعود بيصير لك مروه تكملي. قومي 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 لساعدك، هاتي ايدك هلا بيرقي بدنك. يا الله تكرم عينك ام محمود على راسي. وين وين رايحه؟ ما قلتي لي بدك امسح لك اوضه النوم؟ انت صادقه، انا قلت لما بدك تعملي رياضه باوضه النوم، بس قبل الرياضه لازم تتغير مية السطل، مو هيك؟ حاضر حاضر محمود. يلا حبيبتي اوان. سين شو صار لك؟ عصيتي بالمطبخ؟ يلا يلا جاي ام محمود. عجلي هاي مسحت لك المطبخ وجريت الصحون ورتبت الطاولة، في شي تاني؟ لا حاجتك رياضة اليوم، بكرة بتكملي. شفتي ما عدتي دبي، وإذا بتضلي على هالحالة كل يوم ساعتين رياضة بظرف شهر بتدوبي كل هالشحم الزايد اللي عندك، وبصير جسمك سمبتيك، شهرين رخار ما بيصفى منك شي. يا ريت أنا أقدر أعمل رياضة مثلك، كنت ما وقفت بنوم، بس يا حسرة الدكاترة ما نعيني، شنو معي القلب أنا. إيه الله يشفيكي يا رب. شو بدي أقول أم محمود، حنفية المطبخ منزوعة وعم بتشر. بعرف، ما قلت لك مقوص غير لي جلدة الحنفية؟ شو بدي أقول لك أم محمود، أنا بدي أطلع طعمي أمجد وأغيد، هلأ بيكونوا خربطوا الدنيا. ما بدي وصيكي أم محمود. بشو؟ بال50,000 تبع البسطة. إيه مو تكرم عينك، من العين هي قبل هي، أنا بعرف فرصة بطلع لعندك بهتفله لابني على خور فكان، شنو أنت عندك صفر؟ ما عندي أنا صفر، بلو يبعتلي لي وإليك. الله يخلي لنا اياك يا ام محمود ويشفيكي ويعافيكي ويقومك من العمليه بالسلامه يا رب. يلا خاطرك ام محمود. مع السلامه. امانه ام محمود اذا عتستي شي لا تستحي، فورا اهتفيلي تليفون وبنزل لعندك كرش ان شاء الله. ام تحسين ام تحسين. نعم. ما قلتي لي شو بدك تطبخي بكره؟ عشاء ام محمود عشاء. صحتين وهنا. اي مو تكرم عينك يا ام محمود، رح احسب حسابك بكم قرص الدوقيون. لا تكتريون انت ام تحسين، 10-15-20 قرص دواقة يعني بس. لك تكرم عينك على راسي من فوق. لا تبعتيهم باردين، بحب العجة سخنة انا. لا رح اجيب لك اياهم من على المقلاية، من الغلوة للكلوة. كلوة. اي بلاها بلاها بلا ما تعذبي، يلا بلا بلا بلا. لا ام محمود شو عذاب، انا عذاب لك عذابك راحة، ببعث لك اياهم مع سهام. اذا مع سهام معلش. يلا بخاطرك. مع السلامة. خدي الباب بخلقتي بوشك ام تحسين. صدقت اخدت الباب بوشك. قال بدها تدين 50,000، قال مو دين يا ريت دين، قال اعطيها 50,000 مو ليبعت لي ابني اللي بخور فكان. ابقي قابليني يا اختي. ما بكون سعدية بنت المسعود اذا ما بفرجيك اياها انا. ماشي لعرفك مين انا. افتح جميل. صار لي ساعة عم بصر وما عم تفتح. مو شدة الباب، صار له ساعة عم يدق. طيب. طلع لي بنت. يلا. أهلين أم محمود، شو الحنفية لساتها عم تشرب؟ بعد هيك من طريقتي الثاني، وأنا مرتاح. شوفي ام محمود اذا جاي لتاخدي جميل مشان شي شغله دوري على جار ثاني. لا جاي اخذ مصرياتي اللي نصبتي فيهم علي. انو مصاري؟ 100,000 نسيتيهم اوان؟ ايه مو انا اللي اخذتهم، هذا الجن الازرق اللي اخذهم. علي بنا قلتي لي الجن الاصفر. انا قلت لك الجن الاصفر؟ ايه مزبوط الجن الاصفر، انا رحت لاعطيه المصاري بس ما لقيته، دورت عليه ما في فايده، طلع بوشي الجن الازرق، قمت اعطيته المصاري. الجن الازرق اخوه للجن الاصفر اللزم من امه وابوه. مو مزبوط، أنا سألته شنو للبردقاني وقال لي غير هيك. كذاب، أنا عطيته للجن الأزرق. بإيدك؟ لا، عن طريق الأستاذ سعدان. ومنو هذا السعدان؟ الوسيط، اللي بيحكي مع الجن وبيحاكوا.
بس الجن البردقاني قال لي ما بعرف لا السعدان ولا الاردان. وانت شلون قابلتي جن البردقاني لحتى حكى لك هالحكي؟ مثل ما انت قابلتي اخو الازرق. انا ما قابلت حدا، هذا السعدان هو اللي بيتصل فيهم. شوفي هنا، سعدان، اردان، جن اصفر، كحلي، بردقاني، بنفسجي ما بعرف، انا بدي مصرياتي. ومنين بدي اجيب لك اياها؟ شوفي هنا، معي خمس دقايق، يا بتعطيني مصريات بترجعي لي اياهم على دوز بارا، يا اما بتصل بالشرطة انا يا هلا. لا، شو شرطة ما شرطة، عيب محمود، نحن اهل شو هالحكي، هلا بنعطيكي مصاريكي. هلا بدي مصرياتي انا. خلص بنعطيكي اياهم، قومي اعطيها اياهم. هلا هلا ها. لا خلص هلا بنعطيكي اياهم. بتصلي؟ لا لا اتصلي، خلص حطي السماعة. سكر يعني؟ بدك سكري. هاتوا لي مصرياتي. بنعطيكي اياهم، قومي جيبي لها المصاري. ابو طارق بالمديرية انتو عندكم وقت بتنتزع حنفية شو بتعملوا؟ في عنا ورشة خاصة بتصلحها. ابو طارق اذا ما بيصير سئلة لك كان وقت بده يجي تبعت لي اياه يصلح لي الحنفية يجيب لي واحدة جديدة بالمرة، اصلا ما كل يوم والثالث تشر. تكرم عينك، شو نوع الحنفية اللي بتحبيها؟ بدي من هي اللي بتفتلها هيك على اليمين بتنزل مي سخنة، بتفتلها هيك على الشمال بتنزل مي باردة. ايه هي شغلة هلا. شو صار معك؟ خديم محموم من يوم راح لما تورجيني وشك. الله معك. يلا ايه استني انا بدي عدهم للمصاري. انا ايه عديهم ببيتك. الله معك. ايه انا شو عم تقلعيني تقليع انتي؟ عيب عليك، استحي. جميل ابن عمي حبيبي انت، لا تنسى مثل ما اتفقنا بكره. على شو اتفقتوا بكره؟ الله وكيلك بشال الحنفية. اي لا صلحنا اياها ان شاء الله بتشر وبتغرقها. انا اخذت من جيبتك 5000 ليرة لكم من 100,000. ليه؟ بالناقص من هيك جيران، هالجيران قال 100,000 تسوى 1000 جار. طرش فيران ولا هالجيران. روح يا فارة يلا امشي قدامي. تعي فارة عيني حمارة. تعي تعي ساعديني شوي بعد المصاري. 50 مزبوط. 50 الثانية مزبوط. 50 و50 صاروا 100. بعدين خلاص. اوه اجري. بعدين وين بدي احطهم هلا؟ مالي مروة اطلع على السيفة حطهم. ليش مالك مروة دبي؟ قومي حطيهم على السيفة تروحي قتل. قومي ليش مالك مروة؟ إليك مروة. امشي منه بحطهم ومنه بتطمن على اخواته. وين لاحقيني؟ روحوا روحوا. طول بالك عمي، يا ما نطمن على ام محمود. يا حصلت عليك يا محمود، ايش صار لك؟ شنو بده ياخذ البيت؟ لا 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 اختي. نعم. هاي الشغله اللي عم تصير هي بتطول لتخلص؟ لا ان شاء الله دقيقه وبتكون طلعت. شو دقيقه؟ صار لها ساعتين ونص يا اختي. ان شاء الله خير. ليكون صار لها شيء المخلوقه، نفس طلع ما نزل. شو طلع هلا بينزل ان شاء الله؟ هي ام محمود هي لك. يا حصرتي عليك يا ام محمود، يا حصرتي عليك يا ام محمود. اذا صار لك شيء يا حصرتي عليك ام محمود. ام محمود العمليه. شفتك ولعوني كمان. قلبي معك يا مشغل البال مرتاح، يلي تدور ما تلاقي داعي، ما تلاقي داعي. المشكله انك عارف كل الاوجاع. هل شو هي المريضه طالعه عم بتغني؟ البنج مسر علي. انا هي اول مره بشوف مريضه طالعه البنج عم بتغني، بالعاده بيطلعوا مصيفين. هاي بسبعة ارواح. دبري لنا شي مريض او مريضه قبل ما اشلع. حوالينك دقيقه بس. الو؟ إذا بتريد بعتولنا إذا في شي مريض، لأن غرفة العمليات فاضية. ماشي. الحمد لله على سلامتك يا أم محمود، إن شاء الله معافية يا أم محمود. الله يسلمك يا فزفز، أنتِ أحسن فزفوزة بكل المستشفى. شكراً شكراً شكراً. لك حمى، زلي زلي أنتِ وأخوك هلكتوني بالمستشفى. لك تركي المقص، ما كنتي تتركي، عم يعمل لي العملية الدكتور، نازلة حكي شوي لي بالمقص ناقصني لأنه أنا شفتك شفتك. الحمد لله على سلامتك يا أم محمود. أنا سألت الدكتور اللي عمل لك العملية وطمني كتير، قال غير لك 4 شرايين ورجع قلبك جديد وخلنج. إيه الحمد لله. تعبتكم معي مو هيك؟ الله يعطيكم العافية. شو هالحكي يا أم محمود؟
نحن اهل وجيران. مالك علي مين تحلفيني اني بحبك مثل اختي واعز، وابو تحسين كمان بيعزك كثير. ها ايه مثل ما قالت مرتي واعز، وانا كمان بعزكم كثير كثير. سالوه مو بعزهم كثير انا، المشكله انك عارف نقلها لله. ام محمود اسمك هلا عملتي العمليه والله كتب لك السلامه، يعني صار الواحد بيقدر بيسالك. طمنيني المحروس ابنك اللي بخور فكان ان شاء الله بعت لك ال50,000 تبع البصل لابو تحسين. قلبي 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 اهو. روح على ماما جبت دكتور. دكتور دكتور ليكون طلع مع نزل.